هلا بدنا نبلش اول اشي نحمي على الخفيف تماريننا، يعني يا دوب خفيفه. بدي اعمل روتيشن روتيشن روتيشن. اوكي بدي احاول ارجع رجلي لورا، بحاول بس ارفع الهارت ريت لورا. اوكي هلا بدي ارفع رجلي فوق تحت. كلها تحمية هاي مشان ماي تصير إصابات. نحاول بما أننا نركز على الأبس اليوم فبنحمي عنا العمود الفقري. برجع ستريت رجلي ثابتين، بعمل روتيشن كامل بحوضي بخصري سوري. أوكي كم مرة وكم جولة؟ تقريبا دائما الإحماء يعني بدك تدي من 10 ل 15 عدة، يعني لحتى تحسي حالك إنه سهل الحركة تعمليها. يعني أول ما تعمليها ممكن تحسي إنه في طقطقة بجسمك وهيك، لأنه مش متعودين نحرك مفاصل معينة بجسمنا. لازم أوكي. نفس التمارين تنعمل بشكل ترتيب نفس الترتيب اللي عم تلعبيه ولا بإمكانك؟ لا هلا عادي، هلا الإحماء أنواع، مش شرط إنه هدول الأشياء اللي إحنا بنعملهم. هلا ممكن نحمي نركض مثلا أو نطلع درج ونبلش تمرين مثلا، يعني أي إشي بسكلات إشي، إنه أي إشي كارديو بيعتبر من الإحماء. أو حركات مثلا في منهم ما بيحموا كارديو، مثلا عندي أعمل تمرين مثلا إيدين بحمي مثلا بوزن فاضي، مثلا بدي العب بايسبس بلعب بوزن فاضي، هذا احماء مثلا، عم نهيئ العضله قبل ما انه نفاجئها مره واحده ويصير اصابات. اوكي هلا بدي يعني نعمل تمارين للابس سهل كثير اي حدا ممكن يعملها. نبلش دائما انا بفضل تمارين المعده ندخل معها تمارين كارديو مشان نزيد حرق الدهون مشان نستفيد منها اكثر. اوكي رح أبلش تمرين المعدة، أشياء بيسك كتير. رح أضل ستريت أوكي، ظهري ستريت وإيدي ورا رأسي، بسحب بطني لجوا أوكي، بحاول أسحب بطني لجوا وأخذ نفس وأكتم النفس، بعد تقريباً 3 عدات ل5 عدات بسحب بطني لجوا، بعمل سكويز واحد، أنا مش عارفة أعد فرح أعد لكم بداية، يعني نعد 5 أوكي؟ أوكي مع كتمة النفس 2 3 4 5 أوكي باخذ نفس بريح، بعمل سكويز بهيئ عضلات معدتي للتمرين. رح أبلش بأول تمرين السيت أب العادية، رجلي بقدر ستريت وبقدر أتنيهم، بدي أخذ بوش من إيدي لورا، باخذ نفس بطلع اب كامل، ايدي تقريبا بلمسوا ركبي، بنزل عادي اوكي، نظري لقدام بطلع كامل. الموضوع يعني سهل بس بدنا تركيز، ناخذ بوش يمكن مع ثاني رجلين وبطلع تكون اسهل بالحركه كو. هلا الرجلين حسب انه كل حدا مختلف في الموضوع. هلا في ناس بتكون مع ثاني الرجلين اسهل وفي ناس لا، يعني انت شو بيناسبك انه بتحس اشي اسهل لك اعمله. اوكي هلا نبلش بالتمرين الثاني. هلا هذا التمرين ممكن نعمله نبلش فيه 3 عدات 10، يعني مثلا 10 10 10 3 جولات مثلا 10 تكرارات ونريح بينهم 30 ثانية. حلو، يعني بين 30 ثانية ل 45 ثانية حسب انه انت كيف، انه تعبان كثير مش قادر هيك يعني بدنا نعملها. تمام هلا التمرين اللي بعده اوكي، رجلي بدي ارفعهم اعملها ستريت ورجلي الثانية ستريت وبدي انزل. لما تعملوه بتحسوا في طقطقة هون، إشي طبيعي عادي. بتضلك رافعة رقبتك كوتش؟ مشان نحرك يعني الزاوية أكتر. أوكي. اللي عنده مشاكل برقبته عادي يعمله وهو منزل رقبته، اللي عنده ديسك رقبة أو مشاكل ينزل عادي. أوكي هذا التمرين برضه بنقدر نعمله بين 3 جولات مثلا 15 عدة او اكثر. هلا في ناس مش شرط 15 عدة، يعني في ناس بيقدروا اكثر، يعني للي بيلعبوا رياضة بيقدروا اكثر من 15 عدة، فعادي يعني اختياري. اوكي هلا بين كل تمرين وتمرين حاول نريح، يعني نعمل هيب سب تقريبا، برفع حوضي لفوق، بعمل هيب سب ليه؟ مشان اريح عضلات بطني والعمود الفقري، لانه تمارين المعدة بتعمل لود للعمود الفقري، وبنزل بعمل هيب سب، يعني بعمل تقريبا بين
كل تمرين معدة جولة مثلا 10 تكرارات. قد ايه لازم نثبت فيها؟ مثلا من ثانية ل 5 ثواني واحيانا اكثر حسب كل جسم وجسم تحمله قديش بستنى بالضبط. يعني في ناس بيعملوا سكويز اكثر يعني يعني بيعملوا إطالة اكثر وهم بيعملوا فعادي يعني. اوكي هلا رح نعمل كرانشز مع بايسيكل كرانشز لما نحرك فيها برضه معدتنا وخواصرنا. ايدي رح يكونوا هون، رجلي برضه هيك، رح احاول كوعي يلمس ركبتي، مش شرط يلمسها هيك عادي يعني لو يقرب منها عادي يعني بيقدر يقرب يلمسها، واذا ما بيقدر عادي هيك. هاي ترجع لللياقة بالضبط، بيقدر يلمس وبيقدر ما يلمس. برضو ثلاث جولات هلا التمارين المثل هيك اللي فيهم حركة للإيدين والرجلين بنحاول نعملهم ثواني. يعني نعمل مثلا التمرين نحط على التايمر انه على الستوب ووتش مثلا 30 ثانيه ونشتغل عليها. يعني دائما تمارين المعده يفضل انه يكون تكرارات عاليه. اوكي هلا بدي اعمل تمرين كارديو زي ما اتفقنا انه تمرين معده تمرين كارديو. اوكي هلا تمرين الكارديو هذا اي حدا بيقدر يعمله برضه، ايزي اوبشن عم بعمل لكم. بدي انزل خيار سهل قدام، بعمل سكويز عادي نظري لقدام، برجع بايدي جسمي ستريت. اوكي بنزل عادي سكويز برجع بايدي جسمي ستريت. الاشخاص اللي عندهم ديسك او مشاكل بالظهر هلا هذا التمرين بيقدر يعمله سهل. اوكي لانه ايزي اوبشن. تمرين الصعب يعني في تمرين ثاني اصعب، بس احنا عم نبلش بالايزي اوبشن مشان هلا مع فتره الحجر انه راح يصير عنده شد عضلي واصابات وهيك، فاحنا عم نحاول نتلاشى هذا الموضوع هي عشان الجمعه والسبت يعني. ايوه بالضبط. نرجع اوكي عملنا تمرين كارديو، هذا مثلا بنعمله 15 عده ثلاث جولات حلو بين التمارين. هلا رح اعمل تمرين سوبرمان. برضه دائما لما بدنا نلعب تمارين ابس نحاول نحرك عضلات اللور باك. سوبرمان ولا خلينا نحكي الومن شو اسمها؟ سوبرمان. اوكي بتصير هيك وهيك. هلا اسم التمرين سوبرمان، بنام على بطني، رجلي بفتحهم شوي، ايدي لقدام، بدي ارفع ايدي ورجلي مع بعض. هو طيران سوبرمان. طيران. ايوه وبنزل. هلا يفضل هون شوي شوي نعمل مش اشي بسرعه. بطلع اب كامل وبنزل. قديه بنضل سكويزنج او تقريبا 3 ثواني ل 5 ثواني. من عيد مسوا 1 2 3 بنزل. اهم اشي كثير في ناس بيعملوه غلط هيك بيرفعوا من الركب، احنا نحاول من الساي من الفخذ نرفع وبنزل. اوكي برضه هون بنعمل مثلا تمارين الكور او اللور باك، نعملها مثلا 10 تكرارات 12 تكرار، يعني ما نحاول نزيد تكرارات العمود الفقري. هلا بدي اعمل كمان تمرين كور. هلا هذا بده توازن، يعني عادي اول مره ما يزبط معكم شيء طبيعي وتحسوا انه ما في توازن. ايدي اليمين راح اطلعها مع ايدي الشمال، اليمين والشمال بتصفي الرجه هلا للغير عادي. متعودين لا حتى المتعودين بتصير شيء طبيعي كمان هي عادي عكس بعض. هون بنحرك الكور عمود الفقري، يعني هذا كثير مفيد التمرين لمرضى الديسك. حلو برجع عكس بعض يعني ونضل بثبات. يس شوي شوي ما نعجق حالنا، يعني عادي شوي شوي ونعمله. اوكي هلا تمرين سوبرمان وهذا التمرين يعني من تمارينات الكور العمود الفقري، يعني مفيدين كثير للعمود الفقري. هلا وبدي اعمل كمان تمرين كارديو، بدي اعمل مثلا جامبنج جاري بس خليه خفيف عشان بعد ما تعبوا بكل هالتمارين هاي يعني يريحها شوي. هلا هو مش إشي صعب الجامبنج جاكس، يعني اشياء من الكارديو نعمل عادي. اوكي اذا كان صعب جامبنج جاكس ممكن اعمل ني اب عادي هيك، انا اهم شيء اضل ارفع حراره الجسم. برضو اهون يا كوتش سماء بعد يعني الافينجرز اللي فوتينا فيه بالضبط. اوكي او انه مثلا على جنب، يعني اي حركه يعني بتحرك الكارديو. اخر تمرين اوكي هلا هذا التمرين كثير مفيد يعني اللي عندهم مرضى مثلا مرضى ديسك او اللي مش ما عندهم هاي بده تحمل، وكل الناس بكرهوا هاي بحكوا اكثر دقيقه بكرهوها كل هاي تمرين البلانك.
أكرهه شكلك. أنا أكثر واحد بيجي فيه بالجيم والله. هلا تمرين البلانك بدي أحكي لكم الأشياء الأساسية كيف نعمله عشان الواحد يتلاشى يعمله غلط. أول إشي كواعي بدهم يكونوا على قد كتافي. أوكي؟ هاي إيدي هون بعمله على كواعي. أوكي؟ كواعي على قد كتافي. رؤوس أصابعي بحاول أكون ستريت، ما بدي أكون أب ولا داون، ستريت ونظري لقدام. بقدر أعمل رجلي هيك، بقدر أعملهم سكرين، تضميهم أو تفتحيهم شوي. أوكي، هلا هذا التمرين ببلش على تايم إنه نعمله، إنه 30 ثانية أول جولة، ثاني جولة 45 ثانية، نزيد في الوقت. يس، إنه حسب كل حدا وقدرته. وبتخيل هدول التمارين بكفوا للكور كامل، يعني هاليوم السبت كله ضلهم يمارسوا في التمارين للحلقات الجاية إن شاء الله نضيفك معنا. يس، شكرا كوتش. شكرا كوتش. وأكيد بتلاقوا فقرة كوتش سماح مع على أبليكيشن التلفزيون الأردن، وبتفوتوا على قسم الرياضة، فيكم تنزلوا على كل الهواتف بلاي ستور وأب ستور. وهلأ